مديرة المعهد الديمقراطي الوطني بتونس، السيدة كارول ماكين سفيرة الكندا بتونس، السادة وسيدات النواب الكرام، سعادة ممثلي البعثات الدبلوماسية بتونس، السادة الحضور الكريم، يشرفني مواكبة فعاليات هذا الملتقى حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي ينعقد في إطار شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمعهد الوطني الديمقراطي في الشؤون الدولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. لا يخفي على الحضور الكريم الدور المحوري والأساسي الذي تلعبه القوانين في النهوض بالمجتمعات وتغيير العقليات والسلوكيات وإرساء النظم والآليات التي تساهم في تطوير الشعوب وتحقيق الإصلاح الشامل. إن وزارة المرأة والأسرة والطفولة اليوم ملتزمة أمام الشعب التونسي بإعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وهذا في إطار تفعيل ما نص عليه الفصل 46 من الدستور 2014 بخصوص وجوب اتخاذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة في ظل قصور المنظومة التشريعية الحالية في معالجة ظاهرة العنف ضد النساء، لا سيما أمام انتشار هذه الظاهرة وفق ما توصلت إليه أحدث دراسة ميدانية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام التي أنجزها هذه السنة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف بالتعاون مع الهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي عين متكونة الدراسة اهتمت بعينة تهم 3873 من النساء سنهم بين 18 و64 سنة، والتي بينت أن 53% من النساء في تونس قد تعرضن إلى إحدى أنواع العنف خلال الفترة الممتدة بين سنة 2011 وسنة 2015، وهذا في الفضاء العام. أما بخصوص أنواع العنف التي تتعرض لها النساء، فإن العنف النفسي يأتي في الصدارة بنسبة تساوي 78.1%، يليه العنف الجنسي بنسبة 75.4%، ثم العنف الجسدي ب 41.2%، وهذه الأرقام هي أرقام مفزعة. إن التحدي المطروح اليوم جميعا أمام هذه المؤشرات الإحصائية يتمثل في كيفية التخفيض في عدد النساء ضحايا العنف بشتى أنواعه إلى أدنى النسب الممكنة. في هذا الصدد كان خيار الأمثل عند صياغة مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة في تونس أن لا تقتصر فقط على توسيع مجالات التجريم لتشمل الأفعال الغير المجرمة في القانون الحالي على غرار العنف النفسي والعنف الاقتصادي وضعيات الاستضعاف، وإنما يعتمد على مقاربة شاملة ترتكز بالأساس على الوقاية من الأسباب التي تجعل المرأة ضحية العنف من خلال إدراج مكافحة العنف والتمييز ضد مناهج التعليم والتكوين وتربية النشأة على ثقافة المساواة وعدم التمييز ولا عنف، إلى جانب ضمان نفاذ النساء ضحايا العنف إلى مرفق العدالة من خلال إسناد القضاء، صلاحية اتخاذ قرارات الحماية وإحداث مراكز آمنة لإيوائهن تتوفر فيه كل الخدمات الضرورية من مساعدة طبية ومساعدة نفسية واجتماعية واقتصادية وتأهيل وتدريب كل المتدخلين في هذا المجال. والأكيد اليوم أن مقاومة العنف لا يقتصر على القوانين بل على تغيير السلوكيات، وذلك ونحن نريد تفعيل بصدد تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة الذي يرتكز على الجانب التشريعي ولكن أيضا
على إنتاج ومتابعة كل البيانات وتقديم وتقييم مستمر لهذه الظاهرة. كذلك تحسين الخدمات الملائمة للتعهد بالنساء ضحايا العنف وتوعية المجتمع عبر تهبئة اجتماعية لوضع حد ضد هذه الآفة.